أستاذ، شنو هو البرنامج اللي هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذا المعرض الدولي ديال الكتاب والنشر؟ وهذا المعرض اللي عنده واحد الميزة خاصة أنه كيتصادف مع الاحتفال بالرباط كعاصمة للثقافة الإفريقية والإسلامية. طبعا الحال المعرض ديال هذه السنة عنده واحد نقولوا عمل المجلس والفريق الذي اشتغل على المجلس، فيه الأمين العام، رئيس مدير الديوان ومدير النهوض ومديرة التواصل والمستشار المكلف بالحقوق الثقافية، عملوا على كذلك تطوير مساهمة المجلس في الرباط لأن عنده واحد الصبغة هذه الإفريقية. أولا هناك 40 نشاطا بمشاركة 100 من فاعلين وخبراء وكتاب وباحثين. ثانيا هناك هذه الأنشطة 40 تتقسم ما بين الحوارات والنقاشات، ما بين أحاديث حول كتاب محدد، وكذلك التعابير ديال الأطفال وما نسميه بالتعابير الفنية. هذا الامتداد اللي عملناه هذه السنة هو امتداد التعابير الفنية، ستشمل الشعر، ستشمل المسرح، ستشمل الموسيقى، وتشمل كذلك الرسم. إذن في كل هذه الأنشطة هناك كذلك مشاركة قوية لكتاب وباحثين وأدباء من إفريقيا، بالأساس من إفريقيا ديال ساحل الصحراء بالأساس. للأسف تم الاعتذار لجهة إفريقيا الأنجلو ساكسون، لكن أظن بأنه هناك إذن هذه فرصة ثمينة جدا بالنسبة لنا لمتابعة نقولوا أولا ترافعنا، خاصة في مجال مثلا مناهضة الإعدام. هناك الاتحاد الإفريقي حاضر بالمقرر الخاص حول عقوبة الإعدام، وكذلك نقولوا القضية ديال الكتابة ديال التراث الإفريقي، وكذلك ما نسميه بلو بوا dans la migration، واللي فيها كذلك أفارقة، أصدقاء أفارقة مشاركين.